إذا للحديث عن استمرار الصراع بين الصدر والإطار التنسيقي ودعوة الطرفين للتصعيد ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، كما استمعت الصدر يدعو أنصاره إلى التجمع الجمعة في بغداد والمحافظات والبقاء حتى إشعار آخر، هكذا جاء في البيان. في المقابل الإطار التنسيقي أيضا دعا أنصاره للتظاهر أمام أسوار المنطقة الخضراء. كيف يمكن النظر لهاتين الدعوتين وما الهدف منهما دكتور؟ حياك الله اخي العزيز وحي القناه وحي الجميع الكرام. بالتاكيد هذا يدل على ان التصاعد في الازمه بين الطرفين الذين اشتركا في فساد اوصل العراق الى أسوأ بلد بالعالم، والان كل طرف يحاول ان يلي ذراع الاخر او يكسر شوكه الاخر، والمشكله انه الطرفان ذهبا باتجاه الشارع وباتجاه المواطن الذي بين مغرر وبين طامع وبين قليل الرؤية وبين أسباب كثيرة، وهذا الذي كنا نخشى حقيقة الأمر أن يذهب الطرفان إلى هذا المنزلق. وأعتقد أن الجميع ذاهبين باتجاه اقتتال بيني نخشاه ونحذر منه، ولكن الأمور على ما يبدو تدفع بهذا الاتجاه. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دكتور أصدر أوامره من قبل لأتباعه بأن يحصروا الاعتصامات في بغداد، ولكن ما الذي نفهمه الآن؟ الصدر يدعو أنصاره إلى الحشد من كل العراق وأن يلتزموا بأماكنهم، ما الذي نفهمه من ذلك؟ بالتأكيد المشكلة أن القرارات التي تصدر من الصدر تتغير وتأرجح بين ثانية وأخرى، ولكن أعتقد أنه كان يذهب باتجاه إبقاء الحشد الذي تابع له البشري عند مواقع معينة حتى تنتهي حسب تفكيره المدة التاريخية اللي هو منحها إلى القضاء، وهذه سابقة غير موجودة أن يقدم شكوى جهة معينة وتطلب سقف زمني للقضاء. ولكن على ما يبدو أن الجانب الآخر للإطار سيذهب باتجاه زج أتباعه في الشارع للتضادد، فقد يدفع الأمور إلى أن تدفع بهذا الاتجاه، أي وجود كتل بشرية قرب بعضها متقاطعة مختلفة في الآراء والتفكير والتوجه. وأعتقد هنا الخطورة، وأعتقد أن غدا سيظهر رأي آخر للصدر بخصوص الحزب البشرية يدفع باتجاه التصعيد. ما يلفت الانتباه دكتور قحطان أن مقتدى الصدر أيضا دعا أنصاره لرفع دعوى قضائية في موضوع حل مجلس النواب، ولكن هنا ربما نستمع إلى جوابكم. هل الصدر يعني قرر الذهاب لانتخابات جديدة أم هي مناورة من قبل زعيم التيار الصدري؟ أنا أعتقد كلها مناورة. هناك في أجندة شيء آخر، إذا ابتعدنا أو بعدنا البعد الدولي عن الحراك نقول له رأي آخر، لأنه لو كان في خلدة حل البرلمان لكان هو في البرلمان يملك الثلث الكافي ويملك النصف زائد، ووفق المادة 64 يوصي بالحل ويصوت نصف زائد واحد وينتهي الموضوع. ولكن ذهب بهذا الاتجاه، أما قلة دراية وهذه إلى حد معين أعتقد ليست قلة دراية، ولكن هناك شيء آخر قد يوجه الصدر باتجاهه، والآن عندما ذهب هو باتجاه القانون هي ذهاب غير موفق بالمرة، لأن لا فقرة قانونية إلى جانب المحكمة لكي تتخذ إجراء بهذا الصدد، ومعروف وفق المادة 93 المحكمة الاتحادية ليس أكثر من رقيب ومتابعة لتطبيق الفقرات وأي حل نزاع بين الأطراف المعنية، هذا واجبها وفق المادة 93. أما أي تغيير حل البرلمان فوفق المادة 64، وبالتالي لا أعتقد أنه البرلمان القانون سيأتي بشيء معين. أنا أعتقد أن القضاء إلى حد معين هو ميال إلى جانب الإطار، وبالتالي أعتقد هو يريد على أن يجمع بعد النتيجة التي لا تكون لصالح الصدر، يجمع بين مواقف الجانب القضائي وجماعة الإطاريين في داخل الجانب التنفيذي ليكون الطرفين في محل خصومة مع التيار. طيب دكتور أمام يعني هذه المناوشات الكلامية حتى هذه اللحظة، تعتقد أن موضوع حل البرلمان والانتخابات المبكرة سيحل الأزمة بين التيار والإطار دكتور؟ هذا ضحك على الذقون. لا يمكن أن يحل. الذي قاله تشرين وكان دقيقة واضحة
ان لابد من تغيير قواعد اللعبه اساسا، برمتها بشخصها بالاتها بتشريعاتها، ام يذهبوا الى انتخابه وهي ضمن الضوابط المعتاده، فلا يتغير الامر شيئا. كل ما في الامر قد الارقام التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضيه تتغير صعودا ونزولا، هذا اذا ذهب العراقيون الى الانتخابات، ولكن قد يذهب اتباع هذه المجاميع، ستكون النتيجه بالحصه النهائيه صعود هؤلاء الفاسدين او الفاسدون او من يمثلهم، وتنعاد الكره مره ثانيه، السلسله المعطل والسلسله غير المعطل. نعم. ويصبح العراق دوامه لطرفين صراع فاسدين لا ينفعان العلاقه بشيء. دكتور، يعني المتتبع الذي يحصل بين الإطار وبين التيار الصدري، هناك صمت إيراني حتى على مستوى وزارة الخارجية الإيرانية على الذي يحدث بين الطرفين، بماذا تفسر هذا السكوت؟ أنا دائما أقول الصراع في داخل العراق هو صراع بين إيران وبين بين إيران وبين أمريكا. نعم. وبالتالي هذه الأقزام تلعب في ساحة العراق بهواها بأي شكل آخر، لأن الآن إيران مشغولة في موضوع النووي، وإذا اتجه بأي اتجاه الفشل أو الإخفاق أو النجاح سيكون مقولة أخرى لإيران. إيران تدرك على أن التصعيد الآن ليس في صالحها، لأن التصدي الآن للفصائل التابعة لإيران هو من قبل الصدر، والصدر هو جهة شيعية، وبالتالي ضد النوعي تم توظيفه بشكل دقيق. تخسر إيران إذا ما تصادمت مع التيار الصدري، لأن هناك قوة أخرى تدعم التيار الصدري وهي الحكومة الرسمية، وبالتالي يكون الشيعي يقاتل مع الشيعي والسلطة الرسمية تدعم طرف من أطراف الفصائل الشيعية، إذا قد تكون النتيجة لصالح إيران. لا. إيران تحاول أن تدفع أبعد ممكن عساها تحصل شيئا في اتفاقيات فيينا، وهي أعطت بعض التنازلات، ولكن فيينا أيضا تقول ان الاتصالات تقول غير ناجحه، وبالتالي امور قد تتصاعد لاحقا في العراق. دكتور، هنا في هذا المفصل اين يقف الشعب العراقي ومنه ثوار تشرين على الذي يجري بين الاطار والتيار؟ ثوار تشرين بالتاكيد هو اساسا قلنا ونقول لهم القدح المعلى في اذكاء الثوره وظهوره التغيير واعطاء منهج واضح للتغيير. حاول الكثير الاستفاده من الثوره بشكل او باخر، منهم التحق العملية السياسية، ومنهم من مال مع هذا ومع ذاك. الآن التيار الصدري يمتطي ثورة تشرين، الآن ثورة تشرين أمام مفترق صعب للغاية. إن ذهبت إلى جانب الصدر بشكل واضح علني، الصدر له ماض غير إيجابي حيال تشرين، وبالتالي قد تخسر تشرين كثيرا. طيب. ثم أن الصدر في طبيعة عمله غالبا ما يكون له العلوية في القرار أو الانفرادية، وبالتالي قد تكون تشرين إلى جانب الصدر، وبالتالي قد تهمش حتى تصبح الأمور على خلاف ذلك. الشيء الآخر، إذا أرادت تشرين أن تنهض بذاتها بوطنيتها أكيد تصفى من أطراف مختلفة. إذن تشرين حقيقة تبقى جذوتها كرغبة للتغيير وقواعدها العامة وسلوكيات هي الدالة على الصح والخطأ. لذلك الصدر الآن هو في أمس حاجة إلى تشرين، ولكن تشرين واعية اللعبة وهم بعيدون عن اللعبة وعن الاختلاط الذي هو الآن في وحل إلى وحل. عبر سكاي من بغداد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لكم.